لم تكن الحاجة سيدة آدم النازحة من ولاية الخرطوم إلى أقصى شرق السودان بولاية كسلة تتخيل يوماً أنها ستبيع الأطعمة في دار لإيواء النازحين كما تقول، فهي تبيع الأطعمة للنازحين هناك حتى تستطيع توفير احتياجاتها اليومية الملحة. الشاي، كبريت، حاجات الأسرة هنا، الناس دي حاجات بتحتاج لها الأسرة، فالمحة ما يغل عن 500-600 أهل بتقضي حاجتها يعني. الناس لكن بنعاني يعني، وبنرجع من الرئيسين يعني وقف إطلاق النار يعني نسبة لمعاناة الشعب السوداني يعني، خلينا بيوتنا وجينا يعني جينا عشان هنا دي نجي نتلمى يعني، لكن الرجاء منا ومنه نوقف الحرب يعني، نحن بنرقد في ضواطع يعني. ظروف الحرب التي يمر بها السودانيون أجبرت العديد من النساء على العمل في مهن صعبة وشاقة تتطلب مجهودات كبيرة، فبعد أن كن ربات منازل أو يعملن في وظائف مستقرة هن اليوم يسعين للعمل لتأمين متطلباتهن المعيشية التي ترتفع تكاليفها يوماً بعد آخر. والله هنا كان في خرطوم شغالين في الزراعة ونسجينا في معسكر عسكر كسل هنا كل عهد كل حيثة. والله هنا أول كان شغالين في الزراعة وهسي ما في الشغل ودارين يعني نعلن وقف الحرب عشان نرجع بيوتنا نرجع أساساتنا. أنا هنا اتدمرنا يا بنتي، قاعدين أرايا وقاعدين حبايا، لا عندنا سرايب لا عندنا مراتب، قاعدين حالتنا صعبة والله يا بنتي والحمد لله. وتعتبر المرأة السودانية المتضرر الأكبر جراء الحرب المستمرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باعتبارها الحلقة الأضعف في ظل تزايد الاشتباكات المسلحة وسط الأعيان المدنية.